هلو، محمد مصطفى اندستريال انجينيرنج ستودنت جامعه النيل. كنت السنه دي دخلت هاكاثون ايجيبت 2030 مع ثلاثه كمان من الجامعه، هم في باي ميديكال انفورماتكس. الهدف من الهاكاثون ده اننا نحقق بعض الاس دي جيز في مصر خلال ال 10 سنين الجايين باي 2030 يعني. وكان الهدف من الستارت اب اللي احنا عملناه جوه الهاكاثون هو اننا نحقق الاس دي جي بتاع الهيلث كير. واكشلي احنا بدانا خلال الهاكاثون ده بالايديا وطورناها، وبدانا من ان احنا مجرد بنعمل برين ستورمنج عن الايديا لحد ما النهارده احنا معانا الستارت اب نفسه. انا عمر خالد، انا طالب باي ميديكال انفورماتكس هنا في جامعه النيل، والستارت اب بتاعنا رفيقي هو بلاتفورم الهدف منه ان هو بيتابع حال مريض السرطان واسرتهم، ويتابع حالتهم النفسيه والصحيه والطبيه، والهدف منه ان هو يزود جوده حياتهم، وبالتالي ان هو ياثر فتره العلاج، وطبعا بيديهم اكسس ليونيك كوميونتي بيمروا بنفس التجارب اللي هم بيمروا بيها. انا محمد يسري، بايوميديكال ستودنت في جامعه النيل. بعد ما تاهلنا احنا بالتمنتيمات دخلنا فتره كان مفروض وقتها 3 شهور عشان نشتغل اكتر على فكره، نحاول ان احنا نلاقي طرق عشان نطبقها على ارض الواقع. عملنا سيرفي ل community of cancer patients بحيث ان احنا نقدر نعرف احتياجاتهم اكتر، نقدر نعرف نساعدهم ازاي. تواصلنا مع دكاتره من مستشفيات كتير مشهوره زي 57 عشان نتاكد فعلا هل الفكره هتاثر قد ايه في الناس، هتساعد الناس. والدكاتره كلهم رحبوا جدا بالفكره وشجعونا ان احنا نقدر نكمل فيها. انا عمر، طالب في بايوميديكال انفورماتكس جامعه النيل. طبعا يوم المسابقه نفسها اليوم الاخير كانت الاجواء متوتره جدا. عملنا البيتش بتاعنا وكنا خلاص جاهزين نسمع نتيجه، بس كنا قلقانين شويه ان احنا ما نكسبش، علشان كانت في شركات بادئه من 2014، واللي كان عايز يوسع بره مصر، واللي كان عنده منتج جاهز ينزل السوق، واحنا كنا لسه مجرد فكره أنشأناها جوه المسابقة. فبسبب التأثير بتاعنا على المجتمع ده كان يعني عامل مؤثر قوي في ان احنا نكسب. وقت ما فوزنا اصلا احنا ما كناش مصدقين، وعمالين نتنطط ونصوت ونحضن في بعض. ونحب نشكر الجماعة طبعا، علشان من غيرها الموضوع ده ما كانش هيتحقق خالص. لما كنا مثلا اول ايام في المسابقة كنا بناخد excuses عشان الكورسات والكويزز، الجامعة كانت بتساعد ده جدا. البروفيسورز اللي هنا في بايوميديكال انفورماتكس ساعدونا بالانسايت بتاعهم، ايه الصح ايه الغلط. والحمد لله يعني بجد كانت تجربه جميله جدا.